متابعي اليوم السابع عبر منصاتنا الإلكترونية المختلفة، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحة في الجريدة. النهاردة اللايف بتاعنا مختلف نوعا ما، في تفاصيل خدمية ومهمة لكل المصابين بالأمراض المزمنة في مصر. كيف تنجو من غدر كورونا الذي ينتهي دائما بكابوس وبمشكلة كبيرة وهي الوفاة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. معروف أن احنا في مصر عندنا ما يقرب من حوالي 85% من الوفيات بشكل عام بتتم بالأمراض المزمنة، بينما الإحصاء الجديد أو الأرقام الجديدة اللي هنتحدث عنها النهاردة أن 95% من الوفيات بكورونا بقت بالأمراض المزمنة أو بالأمراض المزمنة. علشان كده كان لازم يكون في تفكير مختلف، وكان في طريقة للسيطرة على نزيف الوفيات في مصر بعد تسجيل هذه النسب الكبيرة بالوفيات. وده خلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر تكليفاته للسيدة وزيرة الصحة بشكل سريع لعمل مبادرة قومية هي الأسرع من نوعها في القطاع الصحي بالكشف أو توفير الرعاية الصحية الكاملة لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة على مدار الأيام الماضية من بداية الأزمة وجدنا نوع من العزوف من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عن الذهاب إلى المستشفيات ومتابعة الحالة الصحية بتاعتهم نتيجة لخوفهم والرهبة الكبيرة اللي بيتعرضوا ليها جراء الخوف من الإصابة بفيروس كورونا. ولذلك كانت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لازم يكون في مبادرة تنتشر بشكل سريع للسيطرة على نزيف الوفيات وتوفير الخدمة الصحية الآمنة لكل المصابين بالأمراض المزمن. معروف ان الامراض المزمنة في مصر هي الاورام والكبد والكلى والقلب والسكر والضغط، كل دي مصنفة، والاورام مصنفة ان هي امراض مزمنة. النهاردة تم اطلاق حملة او مبادرة قومية من وزارة الصحة هتشمل عدد من المحافظات، عددهم 8 محافظات، هيكون في تقديم للرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في كل من الوحدات الصحية ثم المراكز الطبية ثم العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والمركزية، ثم توفير والدفع بعدد من القوافل الطبية في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمة الصحية علشان تقدر توفر هذه الخدمة. هنوفرها ازاي؟ هنوفرها من خلال القنوات الخاصة بها اللي هي المتعلقة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وحيتم إصدار قرار بالعلاج لمدة 3 شهور لكل المصابين بالأمراض المزمنة علشان نقدر نقدم لهم رعاية طبية سليمة وقوية ومهمة وتتابعية ومتوالية ومستمرة علشان نحمي نفسنا من نزيف الوفيات بشكل عام، ثم نحمي أنفسنا من نزيف الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. من بكرة إن شاء الله حيتم إطلاق المبادرة بشكل رسمي في 3 محافظات، وهي محافظة القاهرة ثم الجيزة ثم القليوبية، 3 محافظات حيتم إطلاق فيهم المبادرة. المبادرة بتوفر الخدمة كاملة من خلال استشاريين في كل التخصصات الطبية المتعلقة بالأمراض المزمنة بتقديم الخدمة مجانية 100% من خلال إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وبيتم الصرف لمدة 3 شهور علشان ما يكونش فيه تردد على المستشفيات بشكل مستمر، وده يكون أحد سبل نقل العدوى للحالات اللي برضو بيحصل لها انتكاسات وبيحصل لها مشاكل وبتتوفى من وقت الى اخر. احنا عارفين ان 95% من الوفيات بفيروس كورونا كلها لاصحاب الامراض المزمنة. انا عايز استعرض مع حضراتكم مجموعة من الاحصاءات عشان تبين لنا فعلا ان توجه الدولة واتجاهها للسيطرة وتوفير الرعاية والدفع بسبل الرعاية المختلفة لكل المصابين بامراض مزمنة كان هو الطريق الامثل والسليم الحماية من نزيف الإصابات. احنا قلنا ان 80% من الإصابات في العمر من 30 الى 60 عاما، 20% من الإصابات بفيروس كورونا في الأكبر من سن 60 سنة، بينما 60% من الوفيات من المواطنين في فوق 60 سنة، ودول معظمهم بيكون عندهم إصابات بأمراض مزمنة.
صرف الدواء هيتم من خلال الصيدليات الموجودة في المستشفيات وفي الوحدات وفي المراكز الطبية وفي القوافل العلاجية، علشان نضمن عدم انتقال العدوى أو عدم الاختلاط بشكل أو بآخر. تم عمل ما يسمى بالمسارات الآمنة لدخول وخروج أصحاب الأمراض المزمنة علشان نأمن خروجهم ودخولهم. أيضا الحديث كان عن توفير الخدمة من خلال يعني إزاي نعرف مراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات اللي موجودة فيها العيادات الخارجية عشان تقدم الخدمة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا من خلال تطبيق صحة مصر اللي هيوضح لك الخريطة الكاملة لهذه الوحدات الموجودة من بكرة في ثلاث محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية، ثم مع تستكمل في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله ثلاثة، يبقى عندنا خمس محافظات آخرين هيتم توفير الخدمة فيهم، هي الفيوم والمنوفية والشرقية والأسكندرية والبحر والبحيرة. هيتم توفير الخدمة ليهم بشكل مجاني، وهيتم إرسال رسائل SMS عبر الهواتف لكل أصحاب الأمراض المزمنة المسجلين على قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة، وده هيساعدنا كتير، وخاصة احنا عارفين ان مبادرة 100 مليون صحة اللي اطلقها سيادة الرئيس منذ فترة استهدفت الكشف عما يقرب من حوالي 62 مليون، فده هيساهم بحد كبير ان احنا نوفر الخدمة بشكل او باخر في مناطق مختلفة، ونوفر كمان العلاج، ونقدر نقفل الفجوة اللي حصلت جراء الخوف من الاصابة بفيروس كورونا من الذهاب الى الوحدات والمستشفيات اللي حصل في الفترة الماضية. أيضا نعلق من خلال بيانات وزارة الصحة ومن خلال المعلومات التي تم مناقشتها مع قيادات وزارة الصحة على حقيقة الموجة الثانية أو التطورات أو الفيروس الجديد. خلينا أقول لحضراتكم بمنتهى البساطة إن في نظامين في مكافحة فيروس كورونا في العالم. النظام الأول اعتمدته الدول الأوروبية و بعمل المسوحات والتوسع في الكشف عن المرض وتوفير سبل العلاج الكاملة والعزل لكل الحالات على مستوى القارة الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية كمان بتحذو نفس الحذو. في طريقة تانية للعلاج والتواصل مع المصابين بفيروس كورونا ومواجهة الجائحة، ودي اللي مصر هي الأقرب إليها، وهي الطريقة الصينية في العلاج، وهي التتبع والكشف المبكر بشكل مستمر، ثم توفير العلاج الآمن لكل الحالات المصابة من خلال العزل في المستشفيات أو عمليات العزل المنزلي. ما بنتوسعش إلا إذا كان في حالات مخلطة وفي حالات إيجابية ظهرت، بنبدأ نعمل المساحات وبنبدأ ننقل ونخلي على مستشفيات العزل، أو نأمر الناس أو نوجه لهم تعليمات بالعزل المنزلي وبياخد علاجه وبيخف وبيتعافى. دي الطريقة اللي بتتواصل بيها مصر مع الصين علشان بتتأسى بالتجربة، خاصة ان هي اصبحت عندها شيء من الخبرة في مواجهة المرض، حصل في ووهان ثم يحدث الان في بكين. طيب ما هي حقيقة الفيروس الجديد؟ الحقيقة ان مفيش فيروس جديد ولا حاجة، الفيروس هو نفسه الفيروس اللي ظهر في ووهان وظهر في كل دول العالم. في سلالات موجودة في أوروبا معناها أنه حصل لها نوع من التطور، وفي سلالات تانية موجودة في المنطقة العربية وحصل لها نوع من التطور البسيط. هل في تطور وفي تحول جذري في الفيروس؟ لا، لكن ما زالت سبل العلاج واحدة وما زال الفيروس كما هو، لكن التطور حصل في البروتين الخارجي للفيروس علشان يكون أكثر انتشارا ويكون أكثر التصاقا بالجدار الخارجي للخلية، وبالتالي يقدر يلتصق ويكون أسرع انتشارا ويتفاعل مع الشخص بطريقة سريعة. لكن المفاجأة إن هو بقى أصبح وبقى أكثر ضعفا في هذه الحالة.
النقطة الثالثة معانا في اللايف بتاعنا مع حضراتكم النهاردة، ان حاليا تقوم وزارة الصحة بوضع الضوابط والشروط الكاملة لبدء ما يسمى بخطط التعايش او الفتح المبدئي للمحافظات التي تتمتع بالطابع السياحي زي محافظة جنوب سيناء، ثم محافظة البحر الاحمر، ثم محافظة مطروح. تم وضع ما يسمى بمعايير لفتح الفنادق، وهنقول عليها. اهمها كان توفير عيادات وفرق طبية داخل الفنادق، ثم التعاقد مع مستشفيات عزل لإخلاء الحالات اللي بتظهر عليها الإصابات، واستمرار عملية المكافحة والرصد والمسح من خلال قياس درجة الحرارة والفحص الظاهري لكل النزلاء في الفندق، وأيضا توفير كافة المعقمات والمطهرات في حمامات السباحة أو في مناطق الترفيه المختلفة في المكان، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وممنوع تظهر بدون الكمامة. أيضا كان في إجراءات احترازية عدت لها وزارة الصحة عشان تفتح المطارات ونؤمن دخول وخروج الركاب على مستوى الجمهورية من خلال توفير المسارات الآمنة وتوفير كل السبل الاحترازية والوقائية علشان نأمن خروج ودخول الناس. أيضا بالنسبة للسفر لخارج مصر هيكون في من خلال استقبال الركاب هيكون في مسح من خلال البوابات الحرارية والمناظرة الظاهرية لكل الحالات، ولا دخول لأي شخص تظهر عليه الأعراض وحالة الحالات اللي بتظهر عليها أعراض سريعا إلى مستشفيات العزل والتعامل معها من خلال الإجراءات المختلفة. النقطة الثالثة المتعلقة بعمليات الفتح كانت متعلقة بالمطاعم وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد البيني في آليات عمل المطاعم الداخلية، ومش هيكون خالص موجود شخصين في وجه بعض بيتناولوا أي طعام، لكن هتبقى كلها وجهة واحدة وتمنع الاختلاط، ولازم يكون في تباعد كبير جدا ما بين الزباين وهم موجودين في كل المطاعم. دي كانت أهم الملاحظات فيما يتعلق بخطط التعايش اللي هتطرحها وهتنفذها الحكومة في الثلاث محافظات بس دول، وفي التعامل مع فتح المجالات الجوية والمواني المختلفة لبدء التحرك الجزئي لحركة التجارة وحركة الركاب والدخول وخروج من مصر. لحد كده انتهى اللايف بتاعنا مع حضراتكم، بنشكركم، ولو في أي أسئلة محتاجين إجابة عليها ممكن نسيبها في الكومنتات، وإحنا إن شاء الله نرد عليها في اللايف اللي جاي. شكرا لحضراتكم.